المحكمات العليا ومعانا معانا السيد المحافظ الكابتن العميد جمال ياسين الكابتن رائد الثقه في النادي الاستاذ نقاط ان انا رغم ذلك كده رغم اجتماع الاموات هننزل بعد الصخور النهارده وهنبين عامل الازمه اللي هو ان شاء الله في الصخره الثالثه اللي هو المواطن بيقول اللي هو وراه ان شاء الله ربنا يكرمنا وندبوه. جاهزين طبعا نقاط؟ احنا يعني عمليات البحث ليها 4 ايام ولم يتبقى الا جثمان واحد اللي هو الصبي شادي. احنا قوات الانقاذ شغاله من الفجر لغايه المغرب. بتقابلنا بعض المشاكل ان في بعض الدوامات وفي احيانا امواج عاليه جدا بتمنع الغطاسين والغواصين انهم يقدروا ينزلوا لان يبقى في خطر عليهم. احنا متابعين على مدار الساعه. الحمايه المدنيه عامله ضابط مخصص ضابط قاعد ال 24 ساعه لمتابعه الحاله ان شاء الله لغايه ما ربنا يكرم. مش هنسيب المكان مش هنسيب المنطقه الا لما يخرج جثمان باذن الله. احنا عشمائين ان ربنا يوفق كده ان ما يكونش الجثمان طفى في مكان اخر بعيد عن المنطقه اللي احنا فيها اللي ممكن يكون انتقل الجثمان لمناطق اخرى على مدار 65 كيلو شواطئ في اسكندريه. احنا الدولة معاهم لحظه بلحظه وقاعدين معاهم لغايه ما ربنا يسهل ان شاء الله ونخلص باذن الله. انا بتوجه بالشكر للسيد المحافظ لانه من اجدع المحافظين اللي موجودين في جمهوريه مصر وما لقيناش محافظ مستجاب لينا كده بنفس النظام. احنا قعدنا في 3 افضميات 3 ايام محدش سال فينا. فاي المحافظ ده ربنا يبارك له في صحته وعافيته. والانقاذ النهري انا مش بجاملهم بس البحر عالي اقوى منهم. لو غواص نزل قدام الصخور بمعدته هيموت. حماده معانا في البث حاليا. فندم ايه اللي بيحصل؟ احنا فندم متوقعين في المحل اليومي يعني المشكله الثانيه عندنا الجانب من ناحيه البحر الجانب البحري من الصخر فعلا امواج عالي جدا. نزول اي غطاس بمعدات للغطس من تحت الميه هيعرض حياته للخطر الاكيد مهما كانت درجه احترافيته بالغطس. الغطس مع الموج الحاجه الامل بتاعنا ان احنا بننزل مع الشروق في الساعه اللي بدايه الشروق يبقى البحر فيها هادي شويه نحاول على قد ما نقدر نمسح الصخور من الجنب الاخر من جنب البحر. مع الوزير عايزين نوعي الناس فكرة النزول رغم كده يعني احنا يعني في النهاية بندعو الله ان ربنا يوفقنا كده يوفق الغطاسين بتوعنا انهم لو يعثروا على الجثمان. لكن احنا في النهاية بنهيب بالمواطنين واهلنا خاصة من البحيرة ومنطقة حمادة وكل المترددين على شاطئ النفيل ممنوع النزول. النزول ممنوع بامر من رئيس مجلس الوزراء وبامر من النيابه العامه. ما ينفعش ان احنا ند ظهرنا ونمشي ونلاقي الناس تنزل في ميه تانيه. شاطئ خطر جدا دلوقتي. احنا مش هنسمح ان شاطئ حد ينزل فيه الا بعد اتخاذ الاجراءات والشروط اللازمه عشان نمنع الحوادث دي. الحوادث اللي بتحصل دي ليها على مدار 10 سنين فاتت احنا كل يوم بيبقى في حوادث في الشاطئ ده. احنا اتفقنا ان هيبقى في اجراءات احترازيه وشروط لازم هنعمل حوائط مصددات امواج بس بشكل فني وشكل هندسي في الفتره القادمه ان شاء الله. لكن لغايه ما الشروط دي تستوفى احنا مش عاوزين حد ينزل البحر تاني. وبنبه اهلنا في المحافظات المجاوره اللي بيجوا يصيفوا عندنا بلاش نزول البحر. احنا مع اهليه الطفل المتبقي وجثمانه لسه ما خرجش. انا هتابع لحظه بلحظه ساعه بساعه لغايه ما يخرج جثمان باذن الله. شكرا. الراجل يقول لك لا احنا
خايفين عليهم برضو، خايفين عليكم انتوا وعلى رجالتك. ماشي؟ يعني مش معنى ان احنا بندور احنا مش هنسيب ومش هنتحرك الا لما ربنا يكرمنا ان شاء الله. لكن في الوقت نفسه مش عاوز واحد من رجالتنا يتعرض للخطر. اكيد الكلام واضح. واحنا معاكم، انا هكلم الفريق احمد خالد تبعت الشاطئ المنقذ البحري معاكم. انا عارف انهم مشاركين ليهم يومين او ثلاث ايام، لكن نكثف العدد ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. ان شاء الله بدانا سيادتك امبارح بس في قناه حقيره اسمها الجزيره خدت الحديد بتاعنا. احنا ما بنقلش من بلدنا وما بنتكلم بلدنا ولا جيش بلدنا، احنا بنحب بلدنا وبنحب رئيسنا. قناه الجزيره دي قناه حقيره، اي حديث من اي ضد مصر احنا مش ضد مصر. احنا وجهنا الشكر للمحافظ قبل كل شيء، احنا بنشكر محافظ الاسكندريه انه موجود معانا وربنا يبارك له ويبارك في الانقاذ النهري. بس ربنا يفرجها من عنده والبحر اتعدد عشان نجيب الكسبان. شكرا لمعالي المحافظ وربنا يبارك لنا فيك يا رب.